من داخل مدرسة القديس يوسف الفريري كرونفش نحتفل بمرور 170 عام من العطاء والحب، المدرسة التي تخرج منها العديد من الفنانين والسياسيين والقادة على مستوى العالم. النهاردة بنحتفل معهم وموجود عديد من القيادات السياسية على مستوى العالم من السفارة الفرنسية وغيرها من القيادات. تابعونا أثناء التغطية. المدرسة العظيمة اللي ولدت كبيرة مدرسة القديس يوسف بن كرونفش. لأنه عندهم حلم حبوا يحققوه، الأول في الإسكندرية وحاليا في القاهرة. Coming here tonight, we were delayed because of. ومن داخل الحفل مع مؤسس الحفل ومبدع الحفلة فرير سامح مدير المدرسة ومدرسة الفرير، مقدمة حفلة جميلة جدا وعايزين نعرف الفكرة من الحفلة. وفرير سامح ياريت توصف لنا الفكرة بشكل عام. هو النهاردة بحييك في الأول مجدي وبحيي كل المشاهدين. هو النهاردة الاحتفال ب 170 سنة على إنشاء مدرستنا القديس يوسف الفرير الخرنفش. وطبعا لما نقول 170 سنة يعني تاريخ كبير، يعني في خريجين كتير، فالخريجين كانوا يستحقوا مننا ان احنا نكرمهم النهاردة ونعمل الاحتفال ده. يعني 170 سنة على انشاء المدرسة. طبعا معنا ممثل السفارة الفرنسية مسيو فرانك. شانتي مسيو. شانتي. سيلفو بلي بوفي فو مدير فوتغا في فوتغ دو ست فات. Écoutez, je représente ici l'Institut français d'Égypte et nous sommes ravis d'être invités à cette fête et je remercie M. Farouk pour cela. Ce qui est impressionnant, c'est la longévité de cet établissement. Cette longévité, donc depuis 170 ans, et l'enseignement du français qui est porté haut grâce au collège Saint-Joseph-Rolland-Fitch, puisque cet établissement est labellisé pour l'excellence de son enseignement de français. Donc, nous nous devions ici, l'Institut français, d'être présents pour continuer à soutenir l'établissement dans cette action. Merci, monsieur. Et arrête, là, on va dire un peu plus vite. Monsieur Torres, Franck, il est ravi. Il est ravi de nous avoir dans cette réunion. Et il dit que l'école a pris la qualité de la langue française. ودورنا احنا كناس من السفارة الفرنسية بنهتم باللغة دي، فكان لازم نيجي ونحضر، وده شرف لينا ان احنا نشارك في حفلة كبيرة زي 170 سنة على انشاء القديس يوسف الفرير. شاكر جدا لحضرتك وسعيد جدا بوجودي في الحفلة النهاردة. ياريت لو نصيت حضرتك للطلاب بشكل عام. يعني انا مش هقول لهم غير كلمة واحدة بس، شوفوا التاريخ بتاع المدرسة وشوفوا الناس القدامى واتعلموا منهم، اتعلموا من مهندسين، من فنانين كبار، من أطباء، من علماء. يعني فالمدرسة تاريخها كبير وهم شافوا ده، وحنعرض بعض الفقرات اللي أولادنا هيعرضوها، حاجة تفرحكم إن شاء الله. يعني شكرا جدا ميسيو فرانك. سيلفو بلي فوتغ كونساي بوغ ليزيليف. Pour les élèves, moi le conseil c'est Je pense qu'il faut se préparer à un monde qui est plurilingue. Donc, mon conseil, c'est de bien apprendre les langues pour être préparé, trouver du travail. Et ce que je trouve remarquable dans cette école, je le rappelle, c'est les valeurs qui sont inculquées, des valeurs de tolérance. Et ça, c'est très important, surtout dans le monde dans lequel on vit. On a vraiment besoin plus que jamais de ces valeurs de tolérance. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Franck Torres, il dit qu'il y a القيم اللي بتعلمها المدرسة للأولاد، وهو نصحته الأولاد إن هم فعلا يكونوا زي القدامى اللي كانوا قبل كده، وكمان هم يقدموا للبلد ويقدموا المجتمع شيء كويس بعد التعليم في مدرسة خاصة زي مدرسة القديس يوسف. شاكر جدا النصايح دي، ميرسي مسيو، وإن شاء الله نكون مع بعض في لقاءات كتيرة متعددة في احتفالات كتيرة. شكرا.
ولكل بيت رب، ورب البيت هو مسؤول عن البيت، وعشان كده حبيت ان انا اعمل لقاء مع رب البيت. شرفت جدا بحضرتك. شرف لنا. اهلا وسهلا. حضرتك طبعا مسؤول عن مجموعه مدارس الفرير في الشرق الاوسط، وحضرتك لبناني. لبناني. شرفت بحضرتك. راي حضرتك في الحفله بشكل عام، ونصيحتك بشكل عام للمعلمين والطلاب. أكيد نحن نكون كثير مبسوطين لما نكون نحتفل 170 سنة، يعني رهبنة الفرير صار 170 سنة من ربي الأجيال. وهم بالنسبة لنا أكيد في المستوى العلمي، بس مستوى تنمية الشخص، تنمية شخصية الإنسان، هذه بالنسبة لنا كثير مهمة. واحترام كل شخص، كل تلميذ عنا يعتبر شخص وحيد، كأنه وحيد هو هذا. عندي أمنية للمربين، فضل مربين بدل المعلمين، لأنه مش عندنا رسالة، مش بس تعليم تلقين، في تربية الإنسان. أكيد أكيد نهتم كثير بنتائج تعليمية بالامتحانات الرسمية بنتائج، بس كمان أهم شيء بالنسبة لنا تنمية شخصية الإنسان. والرسالة لهم إنه ينظروا لكل إنسان، كل تلميذ، كل إنسان، إنه هيدا كان ابنهم الوحيد، يهتموا فيه كأنه عم يهتم بابنه الوحيد. جميل جدا، نصائح غالية جدا من أب عظيم، وحقيقي سعيد بوجودي مع حضرتك، وأتمنى يكون بيننا لقاء تانية إن شاء الله. ونتشرف طبعا بعمل لقاء مع سيادة سفير الفاتيكان، وسعيد جدا بحضرتك. أنشانتي ميسيو. أنشانتي. Très heureux d'être aujourd'hui pour le 170e anniversaire de ce collège de Saint-Joseph de Koromfish, parce que c'est vraiment une des plus importantes écoles, une des plus anciennes. Je crois que c'est les garçons, c'est la première de l'Égypte. Oui, oui. أنا مبسوط خالص إن أنا أشارك في حفلة 170 سنة على إنشاء المدرسة القديس يوسف، ودي من أهم المدارس بتاعتنا هنا في مصر، وغالباً يعني حاجة لها قيمتها يعني. حاجة جميلة جداً، وطبعاً تشريف معالي السفير هنا. وحابين نسأل معالي السفير نصيحته الغالية لأولادنا هنا بشكل عام، ونصيحته لتطوير العملية التعليمية في مصر بشكل عام. سلطان اونير بور نو دتر لا دان سيت فيت كيل اي فوتر كونساي بور نو زيليف اي بور لا بور ليدوكاسيون ان ايجيبت سورتو لو ديفي دي ليدوكاسيون ان ايجيبت اي تري امبورطون باسكو ليدوكاسيون با سولمون لانستركسيون ليدوكاسيون سيتادير لا فورماسيون دو لا بيرسون كومبليت est une garantie pour qu'une personne se développe de façon harmonieuse, connaisse les autres, et ça crée une unité dans un pays. Et donc c'est fondamental, parce que ça évite que les gens ne se connaissent pas et peuvent devenir les étrangers les uns vers les autres. C'est un facteur d'unité fondamental. التربية والتعليم في مصر مهمة جدا، بتساعد شوية على موضوع الوحدة ما بين الشعوب، وكمان بتساعد في الثقافة كمان مهمة جدا، انه لما يكون انسان مثقف يقدر يعمل نقد بناء، ويقدر يعيش حياته بكرامة. Et je dis non seulement l'instruction, c'est pas simplement remplir la tête, c'est remplir le cœur aussi, et faire qu'il y ait toujours un lien entre le cœur et la tête, comme a voulu Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc la formation non seulement intellectuelle, mais elle est humaine, et c'est pour ça qu'on ouvre les enfants, comme on l'a vu dans cette exposition, on ouvre les enfants depuis 170 ans a aussi des travaux manuels, des travaux de tout genre qui permettent justement de développer toutes les capacités dans le but de servir. التربية والتعليم مش بس نمنا الراس بتاع الولد قد ما هي نساعده ان هو يكتشف ويعيش، وده اللي عملته المدرسة وما زالت بتعمله، بتساعد الاولاد ان يفكروا زي المعرض احنا شفناه ده بيساعد ان الاولاد يفكروا ويعيشوا الفكرة وينفذوها. جميل جدا. في تكملة ولا Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose ?
Monsieur, encore merci pour cette invitation. Et comme je dis, je crois que dans notre époque, le défi de l'éducation est très important en Égypte, parce que si nos jeunes générations ne sont pas éduquées à vivre ensemble, à se connaître et à découvrir les trésors que chaque personne a, eh bien, il y a un risque de division, il y a un risque aussi que n'importe quel fondamentalisme manipule la jeunesse et au contraire qu'elle ne soit pas libre. Et donc, je crois que toutes ces institutions qui permettent à des élèves de toute confession de se retrouver, de se connaître et de travailler ensemble pour le bien de l'Égypte, c'est fondamental. بالنسبة لمصر مهم جدا ان الاولاد يعيشوا مع بعض عشان نبعد عن الانقسام ويعيشوا الوحدة بتاعتهم مع بعض وده شيء كويس خالص انه الولاد يتربوا في مكان واحد ويعيشوا في مكان واحد وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بننصح بيه دايما عشان فعلا الوحدة مهمة جدا لمصر والمصريين شكرا مبروك ميرسي ميسيو ووصلوا الى الاسكندرية وأسسوا أول مدرسة في الإسكندرية اسمها سان كاترين ودايما بيقولوا شهد وشهد شهد من أهلها وأجمل حاجة لما يكون في خريج من المدرسة ويرجع لها بعد سنين طويلة حافظ فضلها وفاكر كل ذكرياته الجميلة في المدرسة وعشان كده بنعمل لقاءنا مع أحد أبناء المدرسة تشرفت بحضرتك أهلا بحضرتك أنا أبونا مرقس كنيسة العذراء حارة زويلة هنا بجوار الكنيسة وأنا خريج المدرسة العريقة دي واخد الإعدادية هنا سنة 1978 نتشرف ونفتخر بأن احنا خريج هذه المدرسة ونتشرف ونفتخر أن احنا اتعاملنا مع الفريرات اللي علمونا بخلاف المواد العلمية علمونا ازاي نتعامل مع بعض ازاي نكون اجتماعيين يعني كانوا بيأدوا الرسالة بتاعتهم بكل امانة وده شيء يذكر ليهم ويستمر ان شاء الله الى ما شاء الله شكر جدا لحضرتك وشهادة جميلة جدا ويعني حابب انك توجه رسالة معينة لأولياء الامور للطلبة بشكل عام الخريجين يعني للطلبة انه ياخدوا الموضوع بجد يعني دراسة او تعليم يعني ياخدوه بجد يجتهدوا فيه لان ربنا اكيد بيكافئ كل مجتهد يعني فهم ياخدوا الموضوع بجد يجتهدوا يبذلوا كل الجهد والاهالي طبعا يساعدوا اولادهم في الامر ده ومن جمال الحفلة وتنظيمها وجدنا الروح الجميلة وموحدين الأمة هنا ودي حاجة جميلة جدا فحابين نعمل لقاء مع فضيلة الشيخ شرف بحضرتك محمد عادل عبد المجيد محمد إمام وخطيب مسجد سيدنا الليث بن سعد سابقا أهلا وسهلا بحضرتك يعني يا ريت نتكلم النهاردة عن تكلمنا عن الروح الجميلة في الحفلة ومشاركة حضرتك والله أنا النهاردة يعني دعوة من الفرير سامح كعادته إن هو يعني بيدعونا إن إحنا نشارك مع المدرسة في احتفالياتها لتنمية روح الوحدة الحقيقية وليست الوحدة الزائفة ما بين طوائف الشعب وعقائده النهاردة يوم جميل جداً بتجتمع في تنوع أفراد تنوع عقائد الشعب سواء مسيحيين مسلمين بيجتمعوا للاحتفال بمناسبة مرور 170 عام على إنشاء مدرسة الخرومفش الفرير خرومفش جميل جدا طبعا هنا مظهر جميل جدا إنها المدرسة بتنشر روح التسامح بين أبنائها ودي حاجة جميلة جدا يعني أكون سعيد جدا إذا توجه دعوة أو توجه نصايح لبعض المشاهدين بشكل عام يعني والله أنا أوجه لكل الناس في مصر إنها يعني يبقى عندها روح التسامح وروح الحب الحقيقي لأن دي هي الروح الحقيقية لأبناء الشعب المصري وإنت عشان تكون قريب من ربنا لازم تقبل الآخر لازم يكون عندك حب لازم يكون عندك تسامح وعندنا
التاريخ يعني ما بيكدبش، لكن يعني دي صفحات مغفول عنها. يعني المؤرخ ابن إياس يذكر أن القساوسة والرهبان كانوا يذهبون إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص ليأخذوا الحصر والقناديل ليحتفلوا بأعياد الميلاد. هي دي مصر الحقيقية. اللي مش هينمي هذه الروح إلا تعليم حقيقي، تعليم حقيقي يقدر إنه يعبر بالوطن إلى بر الأمان، وده مش هيكون إلا بوجود محبة، وجود الحب، وده الأديان كلها والدين الإسلامي بيحرص عليه، على وجود الحب ما بين أفراد المجتمع عشان يكون مجتمع قوي. بهذه المناسبة، يعني مناسبة وجود التنوع الثقافي اللي بتتبناه مدرسة خرونفوش، وأرجو أن كل المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية أنها تتبناه. وأنا يحضرني قول سيدنا الإمام الكبير أو الشيخ الأكبر ابن عربي عندما قال: أدينوا بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وشكرا. جاي هنا ليه؟ أنا مدرس اللغة العربية. وحضرتك بقى ضليع في قواعد اللغة العربية؟ زي ما انت كده ضليع في المقشات والمسح والتنظيف. انت باين عليك مسحوم من لسانك، وانت باين عليك لغاي وبلغاي. انا اللي بسألك ترد عليا؟ رد عليك ليه؟ جاي تمتحني من غير ما امتحنك؟ انت باين عليك لا اصول ولا علوم ولا ادب ولا اي حاجة ابدا. وانت شكلك يعني اللي باين عليك قوي. تجيب فلوس ايه؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الترجوان. اهلا اهلا يا محاشد السودا. ايه الحفلة الحلوة دي؟ والخلفات الحلوة دي؟ ايه يا قولي يا مصري مصري دايما بتناديك، حب مصري نصر دين وارد عليك. اهلا اهلا مصطفى. ايه يا المدرسه اتغيرت كتير قوي عن زمان، عارفين انا ابوك ايه وادك ايه يا مصطفى؟ نفسي اعلم الاولاد التاريخ والتراث واعرفهم حقوقهم. ايوه انت فكرتني بالجمله اللي انت كنت بتقولها زمان: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. وانا كمان علمت من هندسه، ده انا نعوم شبيه خريج المدرسه. ويساعدوك كمان تصميم برج القاهره. شو هذا؟ كلكم نسيتوني؟ لا يا بشاره، انت الوحيد هنا اللي قريب مني، اصل انت اصلا جذورك سريه زيي. يا بشاره يا وكيم، احنا مستنيينك من بدري عشان تقول لنا جيتك من اخي لبنان مسلوب الفكر وطمع. يا اخي يا رضوان، انت قاعد عمال تبص للستات وتعكسهم، وانت يا كشري انت عمال تهزر وتقول لنا انا كلمتش دلوقتي تنزل الارضي ابدا، وانت يا فريد دوشنا عمال تقول فوق حسنك يا رمولين، وانت يا نجيب عمال تقول انا كده حظي كده. بص يا وكيم، احنا كلنا جمعنا هنا النهارده عشان نحتفل بمرور 170 سنة، 170 سنة من العطاء والمحبة. مدرستنا دي كانت السبب في اكتسابنا كل الثقافات واللغات، وخرجنا بفضلها قادة وعظماء.
الحرير وطريق الكشمير تتشال الحرير وطريق الكشمير راح يجيب يدي ومين يا ناس وقل لي دايما مع النجوم نجوم الحفل نجوم الصغار كبار بنجوميتهم وفنهم. حقيقي انا كنت سعيد بوجودي مع فنانين موهوبين فعلا يعني اللي قدموا عروض متنوعه. نتعرف بيهم الاول. اتشرف بيك. اسمي محمد عمرو. بترك مينا. بترو مينا. صموئيل ميخائيل. مريم محمد. مريم ميخائيل. جميل جدا. انا شفت عروض صعيده وعروض من بحري جميل. مصر من اولها لاخرها. يا ريت كل واحد يكلمنا على العرض اللي قدمته. قدمته عرض اسكندراني. طب عملتوا ايه في العرض؟ يعني ايه فكره العرض؟ يعني بنرقص بس مع المزيكا. جميل جدا. عروض اسكندرانيه يعني. تمام. طب وانتوا شباب؟ هو احنا كنا بنرقص بس بلبس الناس اللي في المنطقه اللي احنا بنحكي فيها يعني الصعيدي بالعصيان وكده يعني. وبرده كان معانا بنات بيلبسوا نفس اللبس البنات اللي في الصعيد برده. جميل جدا. النجمات احنا الفكره ان احنا كنا عايزين يعني نقدم فولكلور مصري, فان احنا كنا بنقدم الولاد بيلبسوا نفس اللبس الصعايده والبنات بتلبس نفس لبس البنات الصعايده والاسكندراني كذلك. جميل جدا. طيب العرض عملته عرض اسكندراني صح كده؟ لا صعيدي. صعيدي. طيب ايه سبب يعني ايه سبب حبك في اللبس الصعيدي او العرض الصعيدي بشكل عام؟ هو اللبس كان شعبي فكان حلاوته ان هو شعبي وكان جميل بصراحه, والحركات كانت مناسبة جدا مع المزيكا اللي كانت شغالة, فكنا مبسوطين ان احنا كنا بنعمل العرض ده. جميل جدا. انا شفت العرض كان مبهر جدا ورغم البرد لانكم تحملتم تحملتم البرد وعملتوا عرض ممتاز جدا. اهنيكم عليه. شكرا يا شباب وبالتوفيق باذن الله. كنا معكم في التغطية لحفلة القديس فرير خرومفيش هنا لمرور 70 عام, وشاهدنا احتفالية جميلة جدا بعروض فنية متنوعة. شكرا. تابعونا.